بعد 5 أشهر على صرف إدارة مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت حوالي 800 من موظفينها، تم التداول بمعلومات حول قيام الإدارة بتوظيف عمال نظافة جدد من التابعية البنغلاديشية مكان اللبنانيين، يمكن بهدف تقليص التقديمات المادية بهيدي الحالة. للتحقق من هيدا الأمر جربنا التواصل مع إدارة المستشفى ومدير العام الدكتور جوزيف عتيق، وكان الجواب نفسه عم يتكرر مع كل اتصال على مدى 5 أيام، نبقى منحكيك ومنوضح. لما فقدنا الأمل من إمكانية تجاوب الإدارة معنا، كان لابد من النزول على أرض المستشفى الواقعة بمنطقة الحمراء لتقصي الحقيقة، وهيك كانت النتيجة. في بنغلاديشي بنغلاديشي على البيت تحت على الأول وطوارئ. بس إني أصلي إكتار بتعمل شهر 20 واحد بنغلاديشي. بس اللبنانيين نزلتهم بعضهم هذيك الشركة؟ لا بعضهم. اللي تبين بعد دخولنا المستشفى انه عمال النظافة هن خليط بين لبنانيين وبنغلاديشيين، الامر اللي خلينا نتساءل حول تفاصيل وخلفية هيدا الامر. فكان لنائب عمال ومستخدمين الجامعة الامريكية ببيروت جورج الجردي توضيح لتلفزيون نشرة. هو منهم موظفين مثبتين او لهم شيء بالجامعة الامريكية كموظفين، هن بيشتغلوا بشركة اسمها شركة سامكو. شركة سامكو خلصت الكونترا تبعهم مؤخرا، يعني تقريبا عم نحكي بأيلول، أول أيلول تقريبا أوكي. خلص الكونترا معهم، ترجع الجامعة بتعمل كونترا مع شركتين تنضيفات، شركة للأيو بي أم تي وشركة للأيو بي هون. وهالموظفين يلي هن بشركة سامكو كلهم خللوهم، الشركة خللتهم قلت له أنا خلص فكرت بشيني كفي. ضغطنا نحن وحكينا مع الإدارة، جاوبت معنا بهذا الموضوع وسمحوا لكل الموظفين يلي كانوا يشتغلوا بالسامكو بالتنضيفات يقدموا طلبات على الشركة جديدة، وأخذوا أغلبيتهم. يعني هيدي الشركة أصلاً كان فيها بنغلاديشيين، مش إنه الشركة عملت عن جديد. اللي تأكدنا منه نحن إنه نفس اللي كانوا يقبضون من الموظفين اللي كانوا مع سامكو، نفس اليومية اللي عم ياخدوها من قبل هيدي الشركة. وإذ بيأكد النائب الجردي رفضه المطلق لمبدأ تلزيم أي شركة لانعدام ميزة الولاء والانتماء للمؤسسة بحسب رأيه، بتشير المعلومات إلى أنه العقد الموقع مع إدارة الشركة الجديدة إيكولاين الملزمة للمركز الطبي تفرض تحديد نسبة العمال الأجانب 10%، فيما العقد مع الشركة الجديدة ماستر تيم الملزمة للجامعة بتمنع وجود أي أجنبي ضمن طائم العمال. محمد زهوي، تلفزيون نشرة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.